بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فما زالت قوافل الخير وبشائر الخير تترى من وزارة الأوقاف المصرية. وصلت اليوم سيارة المحملة بلحوم صكوك الإطعام إلى محافظة الفيوم، وتم تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر المستحقة من أسر تكافل وكرامة وفق الكشوف المقدمة من مديرية التضامن. وشكلت لجنة من مديرية أوقاف الفيوم للإشراف مع مديرية التضامن، وهذا يعني يعد في ميزان حسنات كل من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، كل من شارك في هذا المشروع القومي العظيم. نسأل الله تعالى أن يخلف عليهم بخير وأن يتقبل الله منهم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.